السلام عليكم شباب، اخباركم ايه؟ اتمنى ان شاء الله ان انتم تكونوا بخير. هنبدا النهارده ان شاء الله المحاضره التاسعه لماده اللينير الجبرا. اوكي، اتكلمنا في المره اللي فاتت، في المحاضره اللي فاتت عرفنا يعني ايه لينير كومباينيشن، ان فيكتور يكون عباره عن لينير كومباينيشن من مجموعه فيكتورز تانيه، واتفقنا مع بعض ان هو إذا أنا قدرت ألاقي مجموعة من السكيلرز بحيث أضربها في الفيكتورز دي وجنريت بيها الفيكتور اللي هو مديهولي، يبقى هو في الحالة دي نقدر نقول إن هو ينفع يكون لينير كومباينيشن من مجموعة الفيكتورز. واتفقنا مع بعض لما بنكتب الفورملا دي بتحولني في النهاية للينير سيستم، واللينير سيستم ده بيكون في الأنونز اللي هم السكيلرز اللي أنا بدور عليهم. وإذا كان اللينير سيستم طبعا كونسيستنت، فبالتالي الفيكتور بتاعي أو محل الانفستيجيشن بيكون لينير كومبينيشن مجموعة الفيكتورز التانية، أذروايز ما بيكونش لينير كومبينيشن. اتكلمنا بعد كده عن السبان، وقلنا ده اللي هو جنراليزد أكتر من موضوع لينير كومبينيشن، إن أنت هنا تقدر تجنريت من مجموعة فيكتورز أي فيكتور في الفيكتور سبيس اللي عندك. هنكمل برضو على الجزء اللي فات، بنعرف النهاردة حاجة اسمها linearly independent vectors أو elements. فبقول أنا عندي vector space وفي مجموعة vectors، بقول إن هما linearly dependent إذا كان أنا قدرت ألاقي مجموعة من السكيلرز ألفا واحد ألفا اتنين لغاية ألفا n مش كلهم زيرو، بحيث الكومباينيشن اللي في الايكويشن اللي مكتوبه قدامك ده في النهايه بيساوي البيج او اللي موجوده في الفيكتور سبيس. يبقى انت في الحاله دي المفروض لو انا عندي مجموعه من الفيكتورز في واحد في اتنين لغايه في ان، بقول ان هما linearly dependent مش independent، dependent. إذا حصل إن أنا لقيت ألفا واحد ألفا اتنين لغاية ألفا إن، بشرط إيه؟ إنه not all zeros، مش كلهم zeros، such that إن أنا لو جبت الكومباينيشن دي وهكذا لغاية ألفا إن ملتبليكيشن في إن، يطلع في النهاية الكلام ده بإيه؟ بالبيج أو. أذروايز فبقول إن الفي واحد والفي اتنين لغاية الفي إن آر لينيرلي إندبندنت. اوكي يا شباب، يبقى انت لو قدرت تلاقي سكيلرز بس مش كلهم زيروز، وجبت حسبت الليفت هاند سايد في الايكويشن اللي قدامي دي، هيطلع لي البيج او اللي هو متعرف طبعا في الفيكتور سبيس اللي عندك. تمام، otherwise المقصود بيها ايه؟ ان انت نفترض ان كل دول طلعوا بزيرو، كل السكيلرز دي طلعت بزيرو، يبقى بقول ان الفيكتورز بتاعتي مالهم linearly independent. اوكي، طيب بننفستيجيت الكلام ده ازاي؟ كل ما هنالك حضرتك بتحط الايكويشن دي كده، بتكون الايكويشن دي كده، وبالتالي دي هتديك سيستم برضو تاني في السكيلرز الفا واحد لغايه مين؟ الفا ان. والله لو السيستم ده طلع بالنسبه لك، خلي بالك ان الرايت هاند سايد هنا هو البيج او، طبعا لو احنا بنتكلم لو هو طلع الزيروز بتاعتنا العاديه احنا يبقى احنا بنتكلم في هوموجينيوس سيستم، والهوموجينيوس سيستم زي ما اتفقنا دايما هو كونسيستنت. بس انا هنا بانفستيجيت حاجتين بقى، يا اما هيكون يونيك سوليوشن وبالتالي كل السكيلرز اللي عندي من الفا واحد لالفا ان كلهم زيروز، وبالتالي يبقى الفيكتورز اللي عندك مالها اندبندنت،
او يطلع لي infinite solution معايا، وبالتالي يبقى مش كلهم zeros والvectors الvectors اللي عندي بتكون linearly dependent. يبقى حسب السيستم ده ما هيطلع لي، اذا كان كل الالفات والله zero يبقى معنى كده ان الvectors اللي عندي linearly independent، otherwise لو مش كلهم zero يبقى هما linearly dependent. تمام شباب؟ طيب برضو definition تاني للقصة دي، ان هو بيقول لي مجموعة الvectors دي بقول ان هما linearly dependent if and only if at least one vector vi is a linear combination of the other vectors. يعني يعني انت عندك n من الفيكتورز بقول ان هم linearly dependent بيعتمدوا على بعض، اوكي، اذا قدرت ان انا الاقي اي واحد فيهم ممكن اعمل له representation عن طريق مين؟ عن طريق الباقيين، اوكي. في نظرية تالتة بتقول لي in a vector space V اللي هو متعرف عليه two operation addition و multiplication by scalar an unempty set of vectors which contains the zero vector is linearly dependent. بيقول لي ان اي subset يعني من ال vector space بتحتوي على zero vector اللي هو البيج O بتاعنا دي بتكون دايما linearly dependent. اوكي، ليه linearly dependent؟ لان انت لو احد الاليمنتس لو احد الفيز دول كان هو البيج او بديهي ممكن تختار السكيلر اللي مضروب فيه يكون نان زيرو مع شباب، لان احنا خدنا قبل كده ان اي سكيلر مضروب في البيج او لازم هيطلع لي مين؟ هيطلع لي البيج او. اوكي، فانت هنا عندك امكانيه ان انت تختار السكيلر بتاعك يكون نان زيرو ويحقق الإكويشن اللي عندي، وبالتالي يكونوا إيه؟ linearly dependent. special case لو أنت ال vector space بتاعك كان هو ال Rn، أوكي، يعني real numbers، أوكي، بس في dimension n. لو أنت جيت كونت matrix ايه اللي هي الكولومز بتاعتها عبارة عن الفيكتورز اللي عندك وليكن عددهم كي فيكتورز، اوكي، فالماتريكس دي هيبقى الدايمنشن بتاعها ان في كي. ليه ان؟ لان اي فيكتور من دول الكومبوننت بتاعته في ان كومبوننت، اوكي، فانت عندك ان من الروز في كي من الكولومز. اوكي شباب، اذا كان رانك الاي طلع بكي يبقى في الحالة دي بنقول ان الفيكتورز اللي عندي linearly independent. اوكي، ناخد اكزامبل نشوف نمبر 41. هنا مديني 3 فيكتورز وبيقول لي شوف لي هل دول linearly dependent ولا independent. فانا عندي الفيكتورز اهو، ده في واحد مثلا، وده في اتنين، وده في تلاتة، اوكي. طيب عشان نشوف دول linearly dependent ولا independent يبقى انت بتكون، طبعا انا ما ذكرتلكش اي حاجه خالص لا على الaddition process ولا المultiplication process، فاحنا بنتكلم في العادي خالص. فانا هكون الايكويشن بتاعتنا الفا 1 في 1 زائد الفا 2 في 2 زائد الفا 3 في 3 بتساوي البيج او بالنسبه لك هنا هيبقى هو 0 و 0 و 0. اوكي، طيب دي زي ما اتفقنا مع بعض هتكون لي السيستم اللي هو الماتريكس، اوكي، اللي الكولوم الاولاني فيها في 1 اللي هو 2
سالب واحد أربعة، وبعد كده في اتنين، وبعد كده في تلاتة. طبعا هنا مش محتاج، طالما انا homogeneous system مش محتاج يا شباب، مش محتاج ان انا احط مين الزيروز هنا، ملهاش لازمة، لان هي في جميع الكيسز في كل الستيبس اللي انا هشتغلها دايما الكولوم الاخير ده هيبقى زيروز. اوكي، فاحنا هنجيب الرانك عادي خالص، هيبقى عندي هنا هضرب اتنين، هقول ار واحد زائد اتنين ار اتنين، وهخزن في ار اتنين، وهيبقى اتنين ار واحد ناقص ار تلاتة، وهخزن فين؟ في ار تلاتة. هيبقى عندي اتنين تلاتة اتنين، هنا هيبقى عندي زيرو، هنا 12 و 3 هيبقى 15، هنا 20 و 2 يبقى 22. اوكي، انا بضرب الرود تاني في اتنين وبضيفه على الاول. هنا هيبقى عندي زيرو، اوكي هيبقى عندي 6 minus 2 اللي هي تديني 4، وبعد كده هنا هيبقى عندي 4 ماينس ماينس تبقى بلس، يبقى هنا كام؟ 5. هنجيب بعد كده زيرو هنا من خلال الفيفتين. اوكي يا شباب، يبقى عندي 4 R2 ماينس 15 R3، وهنخزن فين؟ في R3. هيبقى عندي 2 3 2، ادي 0 0 15 22، هنا طبعا هيطلع لي 0، لان طبعا هيبقى عندك 60 minus 60 هيروحوا بزيرو. هنا هيبقى عندي 88 minus 5 15، هيدينا كام يا شباب؟ هيدينا 13. اوكي، لما نيجي نبص هنا هتلاقي ان رانك ايه يساوي رانك اي بي. طبعا ما تنساش زي ما اتفقنا ان هنا المفروض زيروز، فده بيساوي كام؟ بيساوي 3، اللي هو عدد مين؟ عدد الانونز اللي هما الفا 1 والفا 2 والفا 3. يبقى معنى كده ان انا عندي يونيك ايه؟ سوليوشن. واليونيك سوليوشن في الهوموجينيوس لما تيجي تكتب المعادلات طبعا هيطلع لك ان الفا 1 بتساوي الفا 2 بتساوي الفا 3 كلهم بكام؟ بزيرو. يبقى ده امبلايز طالما كلهم طلعوا بزيرو، يبقى معنى كده ان في 1 وفي 2 وفي 3 ار لينيرلي اندبندنت يا شباب، هيكونوا لينير ايه؟ لينيرلي اندبندنت. ماشي. لو احد الالفات طبعا هنا كان واحد بس فيهم ما طلعش بزيرو، يبقى هما لينيرلي ديبندنت. لينيرلي اندبندنت معناه ايه؟ ان ما فيش اي واحد من دول اقدر اجيبه عن طريق الاتنين التانيين. اوكي شباب، صعب ان انا اجيب اي واحد من الفيكتورز دي بدلالة الاتنين التانيين. يعني مثلا في واحد دي ما اقدرش الاقي 2 سكيلرز بحيث اضرب في 2 في سكيلر وفي 3 في سكيلر واحطهم مع بعض يدوني في 1، وكذلك في الباقي. طيب في 42 هسيبها لك هومورك، هنا مديك unknown a في الفيكتورز اللي عندك وعايزك تجيبه بحيث ان 3 فيكتورز دول يطلعوا
linearly dependent. يطلعوا ايه؟ linearly dependent. اوكي هسيبه لك كده تحاول حضرتك فيه ماشي، وهات لي قيمة الايه اللي تخلي لي التلاتة linearly ايه dependent. يبقى انت معنى كده ان انت عايز تستبعد الكيس اللي هي هتخلي لي التلاتة linearly independent، يعني هتحاول تجيب قيمة الايه اللي تستبعد فيها ان السكيلرز بتاعتك يطلعوا كلهم بكام؟ بزيروس. كشباب فحسبها لكم كده وفكروا ايه فيها. طيب هنتكلم دلوقتي على definition تاني اللي هو البيزس. لو انت عندك مجموعة فيكتورز في واحد في اتنين لغاية في ان، دي موجودة في الفيكتور سبيس بتاعك. اوكي بقول ان هي بتكون بيزس للفيكتور سبيس اذا حصل حاجتين، اولا هما linearly independent ده نمرة واحد، نمرة اتنين بيسبانوا الفي. اوكي يا شباب يبقى لازم مجموعة فيكتورز، يكون عندي مجموعة فيكتورز بقول ان هما بيزز. اوكي اذا حصل حاجتين، نمرة واحد linearly independent، اتنين span اي element فين في الفي. اوكي يبقى انا لو اديتك مجموعه من فيكتورز قلت لك شوف لي هل دول بيزز ولا مش بيزز، يبقى انت لازم تحقق الشرطين، تتست الاول تنفستجيت هل هم لينيرلي اندبندنت تمام، وبعد كده هل هم سبان ولا مش سبان. اوكي طبعا احنا ممكن نبدا بالسبان على اساس ما نكررش الخطوات مرتين. في السبان طبعا انت بتفرض جنرالايزد فيكتور اللي هو اي مجموعه من الفيكتورز بيجنريتوا الفيكتور ده، وبعد كده كسبيشال كيس هفترض ان الفيكتور بزيروز او هو البيج او عندي عشان اتست اللينيرلي ايه اندبندنت، بدل ما اعمل ستيبس في لينير اندبندنت وبعد كده ارجع اعملها تاني فين في الاسبان. اوكي في ديفينيشن عندنا اللي هو بخصوص الكوردينيت، ايه الكوردينيتس؟ بيقول لي لو انا عندي في واحد وفي اتنين لغاية في ان دول كانوا بيزز للفيكتور سبيس. اوكي شباب فاي فيكتور طبعا احنا اتفقنا مع بعض ان بيزز يعني سبان ولينر الاندبندنت، فحتة سبان انت هنا ممكن تجنريت من خلالهم اي فيكتور يعجبك. فاذا كان في عندك فيكتور في ده بلونج الفي وبالتالي اقدر اجنريته طالما هم دول بيزز يبقى تقدر تجنريته منهم، يبقى انا اقدر الاقي له الفا واحد بحيث اما اضربها في واحد والفا اتنين اما اضربها في اتنين وهكذا لغاية ألفا إن في إن، كل الكومباينيشن ده هيطلع لي في الألفات اللي انت هتلاقيها دي هي اللي بنسميها الكوردينيت لفي. اوكي شباب نسميها ايه؟ الكوردينيت اوف في، دي اللي هي مين؟ ألفا واحد ألفا اتنين لغاية مين؟ ألفا إن، اللي هي مجموعة الكونستانتس اللي من خلالها تقدر حضرتك تجنريت مين الاليمنت في. الاليمنت في ده هيكون جيفن بالنسبة لك تمام. تعالى كده ناخد قبل ما نتكلم على الدايمنشن، الدايمنشن هنا اللي هو الديفينيشن 3.8 المقصود بيه عدد الفيكتورز اللي بيكونوا البيزز اللي عندك، يعني لو انا عندي n من الفيكتورز هما بيكونوا لي بيزز
يبقى بقول الدايمنشن بتاع الفيكتور سبيس هو ان. اوكي يا شباب، لان في نظرية قبليها بتقول لك ان اي فيكتور سبيس اذا كان له فاينايت بيزز كونسيستنج اوف ار فيكتورز او عموما ان فيكتورز مش هتفرق يعني، فانت دايما اي بيزز تانية هتلاقيها برضو بتتكون من ان فيكتورز. يعني حتى لو اديتك فيكتورز تانية لازم عددهم هيساوي عدد اللي قبل كده. اوكي شباب، ممكن ما يكونش هما خلاص. هنشوف دلوقتي باكزامبلز يعني. تعال نشوف الاكزامبلز اللي هنا كده. في نمبر 43 which of the following sets of vectors are bases of 4R series and find the coordinate بتاعت ال vector 3 و negative 1 و 4. طيب نشوف كده مع بعض. احنا هنا خدنا الجزء اللي هو ايه C اللي هو ال vectors اللي عندي عبارة عن 3 و 2 و 2 و نيجاتيف 1 و 2 1 و 0 1 و 0. اوكي طيب، هنتست الاول عشان نتست هل هي بيزز ولا لا. هنتست اول حاجه السبان، ففي السبان انت بتحط لي الماتريكس. طب مش هتفرق انت هتبدأ بمين، ممكن احط في 2 الاول على اساس انا اول element هنا نيجاتيف 1 يعني، بدل ما ابدأ ب 3 مش هتفرق يعني. عايز تحط في 1 حط في 1، ادي 3 2 2 ونيجاتيف 1 2 1. اوكي شباب، و 0 1 0. وفي الاسبان زي ما اتفقنا بنجنريت اي فيكتور اللي هو اي بي سي او اكس واي زد وات ايفر يعني. هنشتغل، يبقى انت هنا هتقول لي ايه 2 ار 1 ناقص 3 ار 2 وهتخزن فين في ار 2، ونفس الكلام برضو هيبقى 2 ار 1 ناقص 3 ار 3 وهنخزن في ار 3. ده هيديني ايه؟ ده طبعا زي ما هو هيبقى عندك هنا طبعا 0، هيبقى عندك هنا نيجاتيف 2 ماينس 6 يبقى نيجاتيف 8، بعد كده 0 ماينس 3 يبقى ماينس 3، بعد كده هيبقى عندك نوسع كده بس يبقى عندك 2a ماينس 3b. اوكي طيب، هنا هيبقى عندي برضو 0، يبقى عندك نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 5، بعد كده 0 ماينس 0 يديك 0، وبعد كده هيبقى عندك 2a ماينس 3c. اوكي اخر ستيب هنجيب 0 هنا. اوكي من خلال الروت تاني، يبقى انت بتقول لي 5 r2 مش كده ماينس 8 R3 وحط في R3 يبقى عندك ايه بقى؟ هنا 0، هنا هيبقى عندي 0،
تعالى كده مع بعض، هيبقى عندك هنا نيجاتيف 15، نيجاتيف 15 ماينس 0 يديني نيجاتيف 15. وبعد هنا بقى هنا هيبقى عايزة شوية كالكوليشنز كده، هنضرب 5 R2 هيبقى عندك 10A ماينس 15B ماينس 8 تحت، يبقى عندك ماينس 16A بلس 24A سي. لو جمعنا هيطلع لك ماينس 6A ماينس 15B بلس 24 بلس 24A سي. واضح طبعا ان انت ما عندكش مشكلة زي ما اتفقنا، لان انت هنا عندك متأمن بمين؟ بنيجاتيف 5 دي. فانت الرانك بغض النظر عن القيمة اللي هتطلع لي هنا، حتى لو دي بزيرو، يعني سواء دي برقم او بزيرو مش هتفرق خالص، هيبقى عندك رانك ايه بيساوي رانك اي بي دايما بكام؟ بتلاتة. يعني انا عندي يونيك سوليوشن، طالما يونيك سوليوشن يعني هتلاقي الفا واحد والفا اتنين والفا تلاتة، اللي هما هيجوا بدلالة طبعا الاي والبي والسي زي ما انتوا عارفين، وما عنديش اي مشكلة هنا. وبالتالي انت تقدر تجنريت اي ايه اي element معايا، يبقى انت في الحالة دي هتقدر تسبان اي element عندك في ال R3. تمام. لو انت بقى هتيجي تست linearly independent، عملنا تيست اول حاجة ايه للسبان، هنيجي نتيست linearly independent. انا قلت لك عشان ما توجعش دماغك، انت كأن بالظبط هتعيد نفس الستيبس، بس المفروض ان الاي والبي والسي دول هما الزيرو والزيرو والزيرو. يبقى انت هتيجي في اخر ستيب هنا وتعوض وتشوف هل هيطلع لك مشكلة ولا لا. معايا يا شباب؟ فهيبقى عندك 3 نيجاتيف 1 0. لما تحط A و B و C بزيروز هيطلع لك 0 0 0، مش كده؟ كأني بالظبط عدت نفس الخطوات بس مع اعتبار A و B وكام و C بزيرو. السيستم ده هيطلع لك برضو ان رانك A بيساوي رانك A B ساوي 3، يبقى انت عندك يونيك solution اللي هو تريفيال، اللي هو الفا واحد يساوي الفا اتنين يساوي الفا تلاتة يساوي زيرو، يبقى دي linearly ايه independent. يبقى معنى كده ان من i و double i استنتج ان في واحد و في اتنين و في تلاتة دول يعتبروا basis لمين؟ للآر تلاتة. اوكي يا شباب، في أي مشكلة كده؟ ماشي، بيزز للإيه؟ للآر تلاتة. أثبتنا إن هي بيزز للآر تلاتة. بعد كده بيقول لك هات لي الكوردينيت بتاعت مين؟ اوف مين؟ اوف تلاتة ونيجاتيف واحد واربعة. طيب ده يعتبر اي فيكتور، وانت لسه بتقول لي ان في واحد وفي اتنين وفي تلاتة بيزز، يعني معنى كده ان هما ممكن يجنريتوا مين؟ يجنريتوا الفي. يبقى انت عشان تجيب الكوردينتس بتاعت في، يبقى هتشوف الالفات اللي اضربها في دول تديني الفي، وهم بالنسبة لي هيكونوا مين؟ الكوردينتس. برضو انا مش هوجع دماغي، انت كأني انا مديك هنا الفي بتاعتك. احنا هنا كنا جايبين السيستم لأي A و B و C، مش كده؟ انا هنا كأني غيرت لك ال A وال B وال C بدول، فانت مش هتعيد ستيبس، انت هتيجي على اخر واحدة هنا برضو وتشيل ال A وتحط قيمتها وال B قيمتها وال C ايه قيمتها.
هيطلع لي ايه بقى يا شباب؟ يعني ممكن نسمي دي ستار، وهقول له كده فروم ستار حاسبت ايه بتلاتة، والبي بنيجاتيف وان، والسي بكام؟ باربعة. هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي السيستم ده اللي هو تلاتة نيجاتيف وان زيرو، والايه عندك بتلاتة، بعد كده زيرو نيجاتيف ايت نيجاتيف ثري، وانت بتقول لي اتنين ايه ناقص تلاتة بي، اتنين ايه اللي هي هتبقى ستة ناقص تلاتة بي اللي هي زائد تلاتة، يبقى ستة زائد تلاتة معايا كده، ستة زائد تلاتة اللي هي تديني كام؟ تسعة. بعد كده عندنا زيرو زيرو نيجاتيف فيفتين، ومين يا شباب؟ دول عايزين يتحسبوا بقى. يبقى عندك نيجاتيف سكس اي نيجاتيف سكس اي الاي عندك بتلاتة مش كده؟ فيبقى عندك نيجاتيف ايتين، نيجاتيف ايتين اوكي. بعد كده عندك نيجاتيف 15 بي، يعني بلس البي بنيجاتيف يبقى بلس 15 اوكي. وبعد كده بلس 24 سي، بلس 24 سي يعني بلس 24 4 اوكي، هتطلع لي كام؟ 93 تمام كده اوكي. طب من هنا حل بقى السيستم ده، هتجيب لي الالفا 3 هتطلع لك 93 اوفر كام؟ نيجاتيف 15، ده من الايكويشن التالتة مش كده؟ الايكويشن التانية و ار تلاتة، يعني ار تلاتة و ار اتنين مش هتفرق يعني. وعندك نيجاتيف ايت الفا اتنين نيجاتيف ثري الفا كام؟ تلاتة، بتساوي ناين. الالفا ثري عند حضرتك بكام؟ بناينتي ثري اوفر نيجاتيف فيفتين اوكي. فشوف دي هتطلع لك، دي اصلا ممكن ثواني كده اوكي، دي تطلع لنا كام يا شباب؟ هنا نيجاتيف مع نيجاتيف هيديك فايف، يعني هتشوف من هنا الفا اتنين هتطلع لك بكام، وهتيجي على اي واحد برضو هيبقى عندك تلاتة الفا واحد ناقص الفا اتنين بتساوي تلاتة. طبعا جبت انت الفا اتنين هتحطها هنا، هتجيب الفا مين؟ الفا واحد. القيم اللي حضرتك طلعتها سواء الفا واحد الفا اتنين الفا تلاتة دي تعتبر الكوردينتس بتاعت مين؟ اوف الفيكتور اللي هو كان مديهولك، اللي هو كان كام؟ تلاتة ونيجاتيف واحد وكام واربعة. هتقول له اللي هما الفا واحد، قيمة بقى الفا واحد والفا اتنين والفا تلاتة اللي انت ايه طلعته اوكي يا شباب. هتحاولوا انتوا في رقم كام؟ 64، واللي طبعا اللي شبههم عندك فين؟ في الشيت اوكي. طيب حضرتك كده مطالب في الشيت بتاعك اوكي ان انت هتحل الجزئية
كده حضرتك هتحل لغاية صفحة 31. صفحة كام يا شباب؟ 31، تمام. طيب لغاية ما نتقابل طبعا في ميعاد المحاضرة بتاعتنا، لغاية ما نتقابل في ميعاد المحاضرة، حضراتكم زي ما اتفقت معاكم هتذاكروا لغاية قبل الفيكتور سبيس، كويس، بحيث في ميعاد المحاضرة إن شاء الله اللي هو يوم الأحد هقابلكم الساعة 9 الصبح، هبعت لكم اللينك بتاع زوم، هبديكم بعض الأسئلة الشفهية كده، هكون محضر بعض الأسئلة المفروض إن حضراتكم هتحلوها وتبعتوها لي في خلال نص ساعة. أوكي يا شباب، فاستعدوا من فضلكم وابقوا جاهزين. أشوفكم على خير. شكرا شباب.